لو نسترجع التاريخ، النفط ما في شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، لكن المملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط. هناك فرص كثير جدا للمملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي. لا يزال يكون هناك في حماس ورغبة ودافع قوي جدا لتحقيق هذه الممكنات اللي نطمح ان نستفيد منها كسعوديين ووطننا القادم. إذا أمامنا أي فرصة سوف نعمل عليها ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سوف تفتح آفاق جديدة. آخر حاجة بالنسبة لي أنا أنه أعلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أنه يكون الوطن عزيز وينمو، مصلحتي أن الوطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله. دوري وواجبي أني أبني له مستقبل طويل الأمد مستمر في النمو لتحقيق مستقبل أفضل.